الرئيس السيسي وجهه بتنفيذ التحديث الشامل للسكة الحديدية وصرف التعويضات الملائمة لأسر ضحايا حادث قطري سوهاج. التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية. مقتل انتحاري وإصابة 14 شخصا في هجوم على كنيسة بإندونيسيا. الحديث عشر صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة حادثات تصادم قطري سوهاج. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على كل التفاصيل ذات الصلة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين وكذلك التعويضات للشهداء والمصابين. أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في السعودية. كان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لقوات الحوثي قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة. قال التحالف إن جماعة الحوثي تتخذ اتفاق ستوكهولم كمظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، ومشيرا إلى استمرار تهديد الحوثيين لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية. أعلنت الاستخبارات العسكرية عن بدء حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى، وأوضحت الاستخبارات العسكرية العراقية أن الهدف من حملة التفتيش هو البحث عن الأسلحة والمتفجرات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. ومن جهة أخرى أعلنت الشرطة العراقية عن العثور على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في قضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين. حث كبار مسؤولي الأمم المتحدة المانحين الدوليين والدول المجاورة على زيادة المساعدات لملايين السوريين المتضررين بسبب الحرب. وتأتي هذه المناشدة قبل مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والذي سيعقد في الأسبوع المقبل بهدف جمع 10 مليارات دولارات، حيث حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من مضاعفة معاناة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بسبب تدهور الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم أوضاع اللاجئين بعد الزيادة الحادة في مستويات الفقر. أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تصاعد عنف السلطات العسكرية في ميانمار ضد المتظاهرين وصفا شعب ميانمار بالشجاع. قال بلينكن في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن الولايات المتحدة تشعر بصدمة كبيرة من إراقة الدماء التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار والتي تظهر أن المجلس العسكري سيضاحي بأرواح الناس لخدمة نفسه، ومبينا أن شعب ميانمار الشجاع يرفض حكم الإرهاب. أعلنت الشرطة في إندونيسيا عن مقتل انتحاري وإصابة 14 شخصا في هجوم على كنيسة بمدينة مساكار. وقال قائد شرطة الإقليم في تصريح صحفي إن شخصين يشتبه في تنفيذهما الهجوم بواسطة قنبلة. أظهرت لقطات مصورة تضرر عدد من المباني والسيارات في موقع الانفجار في الوقت الذي قامت الشرطة بفرض طوق أمني حول المنطقة. وصلنا لختام الموجز، ونحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد أكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، معامل استقطاب رأسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.